أصدقائي، قد اشتقت إليكم. ماذا كانت القصة الماضية؟ كان هناك مشهد لقاء البنت مع الخبازة، وقد صنعت الحلويات اللذيذة. نعم، إذن يا ترى من سيقدم الملاك لنا اليوم؟ هل نستمع إلى القصة مباشرة ونحن نتطلع إليها؟ هنا داخل الحافلة، صحيح؟ لماذا جئت هنا بي؟ نعم، سائق الحافلة هذا كان يريد مقابلتك، تكلمي معه. مرحبا بك، كيف عرفتني؟ قد قال لي الملاك عنك كثيرا، وقال لي إنك ذات قلب طيب. أنا مسرور بلقائك. وأنا مسرورة بلقائك أكثر، شكرا لك. هل تسوق الحافلة كل يوم هكذا؟ هل تستمتع بقيادة الحافلة؟ أحب مقابلة الركاب المتنوعين بدلاً من متعة القيادة، ومساعدة الركاب أن يذهبوا بالسلامة. هذا جدير بالتعب. وهكذا؟ تاشي هنبن شيب إيبن. وهكذا قابلتك أيتها الطفلة الرائعة من الركاب أيضاً. هيا نرسم سائق الحافلة والبنت. أولا هيا نرسم الحافلة بشكل كبير.
لونوا بألوان تحبونها. أيها المدرسون، ساعدوا الأطفال وأنتم بجانبهم ليلونوا بحرية بالألوان التي يريدونها. أرشدوهم كي يلونوا وهم يتصورون. Thank you.
شفت أن هناك سماء في الخلفية، ولونتهنا بلون سماوي، وها قد اكتمل كل شيء. نعم، هل رسمتم جيدا؟ إن وظيفة السائق الذي يساعد الركاب أن يذهبوا بسلام هكذا حلم ممتاز جدا. القيادة لوقت طويل ليست سهلة. إذا قابلتم سائقي الحافلات فشجعوهم كي يشدوا من عزيمتهم، وسيقود السائقون جيدا مع هذه الطاقة. هيا نتقابل في المحاضرة القادمة يا أعزائي. إلى اللقاء.